اخواني الله يمسيكم بالخير او الله يصبحكم بالخير حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه او تنضموا فيه. اننا المباشر لو الفيديو المباشر اللي بنطلع فيه على صفحتنا البي اتش او ميديا. اليوم في عندنا موضوع بدنا نحكي فيه، هو موضوع يعني بخص السياسة العالمية. هذا الموضوع هو نتائج الانتخابات الأمريكية وتداعيات نتائج هذه الانتخابات. كما بعرف الجميع أنه صار انتخابات بأمريكا العام السابق ونجح الرئيس الأمريكي الحالي اللي هو رئيس ديمقراطي من الحزب الديمقراطي جو بايدن، وراء عن الرئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اللي هو كان محسوب على الحزب الجمهوري. اليوم بدنا نحكي شو الفرق بالتوجهات والسياسات ما بين الأحزاب الجمهورية والأحزاب الديمقراطية بشكل عام، وما تداعيات هذا الفرق على السياسة الخارجية أو سياسات الدول العالمية أو وحتى منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، والأردن وفلسطين والمنطقة اللي احنا عايشين فيها بالتحديد. بداية، في فرق بالسياسات والتوجهات ما بين الأحزاب الديمقراطية والأحزاب الجمهورية. الأحزاب الديمقراطية عادة ما توصف بأنها أحزاب ليبرالية أو يسارية، يعني تهتم بأمور حقوق الإنسان والمساواة ونشر العدالة، يعني ما تختلف عن توجهات الأحزاب الجمهورية اللي هي تعتبر من الأحزاب اليمينية. هي الأحزاب يعني مهمتها الأول شيء حفظ أمن الطاقة، حفظ أمن أمريكا، ما يكون في أي تهديدات أمريكية، تهديدات على أي حدا من الشعب الأمريكي أو من الرعايا الأمريكيين. فبالتالي بيكون في اختلاف بالتوجهات والسياسات ما بين هذول الحزبين. فبالتالي أي إدارة بتتغير أكيد راح يكون تغيير بالسياسات والتوجهات والإدارة الخارجية. وإذا بدنا نأخذ مثال من التاريخ، أهم مثال من التاريخ، سنة 79 قامت ثورة بإيران اسمها الثورة الإسلامية بإيران. خلال أحداث هذه الثورة قام مجموعة من الطلاب الإيرانيين باقتحام السفارة الإيرانية، واحتجزوا 52 مواطن أمريكي من موظفين السفارة رهائن لمدة 444 يوم. طبعا خلال هذه الفترة كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الرئيس جيمي كارتر، وهو رئيس محسوب على الديمقراطيين. صارت أكثر من أحداث ويمكن نحكي عنها بحلقات قادمة، يعني أنه أحداث حاول أنه يطلق الرهائن، حاول عمليات ضغط سياسي، وكل هذه الأحداث فشلت. فبالتالي بس صارت الانتخابات ب2/1/1981 وراح جيمي كارتر وإجا بداله الرئيس الجمهوري الأمريكي رونالد ريغان، على السريع الإيرانيين أطلقوا الرهائن 52 بعد أكثر من 400 يوم هم محتجزينهم. هذا دليل على أنه السياسات الخارجية للدولة العظمى بالعالم اللي هي أمريكا تختلف مع اختلاف الحزب الحاكم اللي موجود في البيت الأبيض، أو اختلاف مع توجهات الشخص الموجود بالبيت الأبيض، هل هو من الحزب الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي. طبعا على المستوى العالم راح نلاحظ إحنا اختلاف كبير بالسياسات. أول هذا اختلاف راح نشوفه مع إيران. إيران دولة نووية وفي مشاكل بينها وبين أمريكا وبين الغرب بالنسبة عشان برنامجها النووي، هل هو برنامج سلمي أو هو برنامج لصنع قنبلة نووية أو للاعتداء على جيرانها. دونالد ترامب كان من أكثر المعادين للدولة الإيرانية، حتى أنه انسحب من الاتفاق النووي الإيراني اللي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. الرئيس اللي قبله وقع اتفاق نووي، هو انسحب منه دونالد ترامب. طبعا هسه الإدارة الجديدة راح تكون أكثر قربا من إيران وأكثر قربا من حلفاء إيران. وإذا بدنا نستدل على الموضوع هذا، نستدل من الشخوص اللي بدأت تعينهم أو اللي يوظفهم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالإدارة الأمريكية. جو بايدن الآن عين مبعوث دولي أو مبعوث أمريكي للملف الإيراني اسمه روبرت مولي. هذا روبرت مولي ترى هذا أبوه مصري، ومصري يهودي وهاجر على أمريكا والسادات سحب الجنسية منه، يعني مش موضوعنا قصته الآن، قصة الزامة أو قصة أبوه، ولكن هذا روبرت مولي هو من مهندسين الاتفاق النووي الإيراني اللي تنعقد أيام باراك أوباما. فهذه شهادة ودلالة واضحة على أنه السياسة الخارجية الأمريكية الآن قاعدة بتتجه على أنها العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأنها توجد حل إلها مع الدولة الإيرانية يختلف عن الحلول اللي كان يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فإضافة في كمان دول أخرى مثل روسيا،
روسيا ترامب تقريبا من السياسه الخارجيه له حسينا انه في تقارب ما بينه، حسينا انه في تقارب، في تقارب ما بينه وبين الروسيين، حتى انه وصلت درجه الاتهامات انه روسيا تدخلت بالانتخابات الامريكيه لصالح ترامب حتى انه تقلب النتائج وتكون النتائج لصالح ترامب. الان جو بايدن والديمقراطيين بشكل عام متوجهين الى الصدام مع روسيا، او مثل ما بيحكوا هم تقليم اظافر روسيا. فمن هذا الحكي احنا راح نشوف انه راح يكون اختلاف بالسياسات الخارجيه للدوله العظمى بالعالم في المرحله القادمه. واول يوم جو بايدن استلم فيه ودخل فيه البيت الابيض وقع 17 امر تنفيذي بخصوا الهجره وبخصوا اكثر من موضوع. هذه الاوامر التنفيذيه كلها توقعها وعملها حتى انه يلغي القرارات اللي قام الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب باقامتها. الان احنا بدنا نحكي بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط وللاردن. طبعا الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب من الناس يعني اللي احدث تغييرات كبيره على وضع الشرق الاوسط. اول هاي التغييرات انه كان يعني مهاجم جدا للفلسطينيين والاردنيين، بما انهم وحده حال، بما انه القضيه الفلسطينيه من القضايا المهمه للشعب الفلسطيني والشعب الاردني بنفس الدرجه. فالان اول شيء سواه دونالد ترامب، اول شيء الغى البعثه الدبلوماسيه الموجود للفلسطينيه الموجوده بالولايات المتحده، اضافه الى ذلك اوقف الدعم المقدم الى هيئه او منظمه اغاثه اللاجئين الانوروا. الدعم المقدم لهم تقريبا كان 360 مليون سنويا، يقدم ل 2 مليون لاجئ فلسطيني بالشرق الاوسط وبالاردن تحديدا. طبعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب جو بايدن اول ما استلم اعاد هذا الدعم. اضافه الى ذلك دونالد ترامب طلع باقتراح او مشى بقضيه او مشى بطريقه لحل القضيه الفلسطينيه وهي صفقه القرن. صفقه القرن لقت رفض من الاردنيين ومن الفلسطينيين بنفس الاتجاه، لانه هاي صفقه القرن كانت راح تلغي ما يسمى بحل الدولتين. حل الدولتين هو الحل اللي بتطالب فيه الدوله الاردنيه او بتطالب فيه الدوله الفلسطينيه. واكثر من مره اكد جلاله الملك عبد الله انه الحل الوحيد للقضيه الفلسطينيه هو حل الدولتين. والرئيس الفلسطيني كمان كان يؤكد انه حل الدولتين. فصفقه القرن اللي اقترحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب هاي الصفقه كانت بدها تلغي حل الدولتين. إضافة إلى ذلك الرئيس دونالد ترامب كان أمريكا تقدم مساعدات للأردن، قيمة هذه المساعدات كانت مليار و200 مليون سنويا. فإدارة ترامب حتى تضغط على الأردن وعلى الموقف الأردني اقترحت أنهم يخففوا هذه أو يقللوا هذه المساعدات اللي بيقدموها للدولة الأردنية بنسبة 30% حتى أنهم يضغطوا على الموقف الأردني. حتى يعني معظم الناس مثلا اللي بتراقب السياسه الاردنيه الخارجيه بيعرفوا انه جلاله الملك عبد الله من الناس اللي كان مرحب فيه جدا بالبيت الابيض وكان يتردد